كم نبيل الصيفي واحد من ابناء منطقه جمعة سحيم وغيور على هذه المنطقه هذه، فكيف كتعرفوا كان واحد المسلسل سياسي داخل هذه المدينه اللي كان كل شيء متبعه، ولا انتم صحافه سافي جود ولا بعض المنابر الاعلاميه، وكانت النتيجه بان تم تزكيه بن حميده. لكن احنا نهضروا في حدود المواطنه، ما عرفناش شنو دار في الخفاء، شنو دار في الكواليس. لقد اليوم تم الخروج ولقد تم يعني تفعيل الماده 74 75 من القانون الجماعي كتقول بان المجلس البلدي سيكون تحت ايادي السيد الباشا الى حنون الى حين الانتخابات القادمه. هنا المواطن السحيمي غيكون عنده حق في انه التصويت للشخص المناسب في المكان المناسب وانهاء هذه المهزله السياسيه، ويجب على المواطن السحيمي انه يصوت بالضمير دياله وعلى الشخص المناسب اللي ممكن انه يقود السفينه الى بر الامان. لان جمعة سحيم اليوم ماشي مستعده، ماشي احنا غادي يعني يلا غنوروها. جمعة سحيم معروفه عبر التاريخ كثاني اكبر سوق في المغرب، عندها دخل قار اسبوعيا، توجد في موقع استراتيجي من المغرب. فهذا الشيء كل شيء كيشفع عليها بانها تكون مدينه حضاريه، مدينه فيها شي حوايج، لان كاينين هناك مشاكل عده. راه ماشي اي واحد جا غيصيب لينا بولا نقولوا بانه راه دار شي انجاز، بالعكس هذاك غير حق. اما المطلب في اشياء اخرى، كاين مشاكل مثلا ديال النقل، مشاكل ديال المستوصف، ناس حوامل اللي كتجي من البوادي ما كتلقاش فين تولد، هادو كلهم مشاكل. احنا اللي كنترجاو ان صوتنا يوصل من هذا المنبر هذا ومن هذا الموقع ديال سافي جود، ان صوتنا يوصل، وبغينا رجل مناسب في المكان المناسب. وهذا الشيء كل شيء غيكون بالقرار ديال المواطن السحيمي ان شاء الله. ما بقى عندي ما نضيف. السلام عليكم. والله الاخوان، معكم جواد ولد التريين، فاعل جمعوي وغيور على جمعة سحيم، غيور على جمعة سحيم 100%. اختصاصي في البيئه والصحه واي حاجه كتمس بالصوره ديال جمعة سحيم. توجه لنا اليوم السؤال حول ما بعد المرحله ديال الصراع، وبعد ما توجه بعد ما شد السلطه المحليه او شدت السلطه المحليه تسير، شنو هما القراءات وشنو هما التوجهات ديالنا او التوجهات ديال هذه المرحله؟ قبل ما نعطيو ارتساماتنا حول المرحله الجديده، لابد ما ندير واحد القراءه بسيطه وبعجاله الا سمح لنا الاخ، وهي رغم ان الصراع كان داخلي، رغم ان الشقاقات كانوا داخليين، نحن لا ناخذ فيما هو داخلي بقدر ما كنعطيو تصريحات حول ما يمس بصوره الوطن، وبصوره بخصوص ان البلاد او البليده كيف ما كنحبوا نسميوها. وبطبيعه الحال ملي كتمس بالبلاد راه كتمس بنا كمواطنين. وانا بالنسبه لي كانسان مثقف ادافع عن النسبه المثقفه، وادافع عن النسبه حتى النسبة غير المثقفة، لأنه حنا اللي كنتحملوا المسؤولية أننا نوجهوا للرأي العام حول المغالطة اللي كتم في هذا الأمر هذا. بعيدا عن المغالطات، نحن نتحدث عن صراع المرحلة اللي راه فاتت، بأن في كلمتين هو شكل أو صورة يمس بصورة المشهد السياسي بجمعة سحيم. كنت كنتمنى أنه ما يوصلش للدرجة، وكنت كنتمنى بانه ما يتطورش حتى لهالدرجه هذه، لدرجه انه في بعض المقالات وفي بعض التصريحات ولينا كنحسوا بانه داك الصراع الداخلي ولا صراع خارجي كيمس بناس اخرين. هذا بعجاله بصفه عامه، انا ما غندخلش في الخاص وانما غنعطيكم تصريح عام بان المشهد السياسي اصبح قاتما في جمعة سحيم، وهذا راه كيمس بالصوره ديال بالصوره السياسيه في جمعة سحيم. الطرح الثاني او النقطة الثانية، وهي ان السلطة المحلية هي اللي شدت زمام الامور في هذه المرحلة او في هذه الست شهور اللي راه قادمة. بطبيعة الحال احنا السلطة المحلية كنعرفوها بجمعة سحيم، كنعرفوها بشخص سيد الباشا، وسيد الباشا كيف كنعرفوه احنا شخصيا وبعيدا عنه في كل تدخلاته او في كل التوجهات اللي راه كيمشي فيها، انه انسان كي كنقولوا احنا باشوش، انسان كيستقبل، انسان عملي في حدود او في حدود الاقصى كنقولوا احنا. كنستبشروا خيرا مع هذا السيد هذا. كنشكروا اسفي جود اللي كتواكب معنا هذه المرحله ديال بلديه جمعة سحيم اللي وقع فيها شلة شنان ما بين ثمانيه الاعضاء اللي هما قدموا الاستقاله ديالهم وثمانيه الاعضاء اللي كانوا باغي يترأسوا الجماعه. فلهذا كان خير الحمد لله هذوك ثمانيه الاعضاء اللي قدموا الاستقاله ديالهم كان خير للبلاد.
ودابا السير ديال الجماعه الحمد لله راه مشى للسلطه المحليه اللي كيترأس السيد الباشا مشكور من هذا المنبر. فلهذا اللي كنقول هو خصنا نجمعوا الشمن ديال هذه البلاد، ما خصناش يجي واحد براني يتحكمنا في بلادنا ولا هذه، لا حاشا من عند الله. فاللي كنقول هو السيد الرئيس اللي قدم الاستقاله ديالو السي خالد نويقد، يعني راه خدم البلاد وخدم البلاد وتعاون مع الساكنه ديال جمعة تحيم ككل وتعاون مع ناس، فلهذا داروا العراقيل الله يهديهم الله يهديهم. حنا خصنا نجمعوا الشمل ديالنا في هذه البلاد السعيده. يعني جمعة تحيم راه عندها تاريخ، راه عندها تاريخ جمعة تحيم، راه شحال من رئيس داز منها، والرئيس الوحيد اللي كنلقاو فيه الخير هو هذا السيدي داز. هذه كلمة حق كنقولها بصفتي كولد الجمعة، وراني كبير في جمعة تحيم كنعرف كبيرة وصغيرة، وراه حشومة وعار باش ديروا العرقلة لهاد الناس. يعني خصنا نقادوا الصفوف ديالنا، خصنا نقادوا بلادنا، راه حشومة وعار وراه وشير هذه. فلهذا اللي بغيت نقول أنا وهو كنشكر السيد الباشا اللي مد يد المساعدة للأعضاء للمستقلين والأعضاء اللي كانوا باغي يكونوا رئاسة. فلهذا الحمد لله جات البدر من السيد العامل كان مشكور من هذا المنبر. فلهذا في هذه الست شهور اللي بقات راه السيد الباشا، وفي المستقبل إن شاء الله نتمنى انتخابات تكون نزيهة واللي فيه الخير الله يجيبه لهذ البلاد. كوم يونس حيداوي شاب من الشباب الغيار ديال هذه البلده، من بعد الحل ديال المجلس والتحاقه بالسلطه الوصيه اللي ولات هي المشرفه على التسيير ديالو، كنبغي نوجه واحد النداء للساكنه. يعني في الاستحقاقات المقبله ان شاء الله بحول الله كنتمنى من الساكنه انها توعى وتخرج من ديك الظلاميه ديالها وتخرج من ديك العقليه ديال المنح اصوات ديالها لمن لا يستحق. كنبغوا من الناس اللي ان شاء الله المترشحين او المنتخبين اللي غيكونوا ان شاء الله مستقبلا انهم يشوفوا المطالب ديال هاد الساكنه، يشوفوا المطالب الاساسيه ديال الساكنه، وتكون المصلحه ديال هاد البلده هي الساميه وهي العليا. ما نبقاش نشوفوا في المصلحه الشخصيه ديال اي واحد، نشوفوا الانسان اللي واعي، انسان اللي قاري، انسان اللي غادي يمنح لهاد البلده شي حاجه اللي هي جديده، اللي غادي يشوف الحاجيات الاساسيه ديال هاد البلده. ما نبقاش نشوفوا بالعربيه تعرف صاحب منشكره، لان منشكره اليوم غادي يشريني غادي يشري الصوت ديالي بواحد الثمن اللي هو حتى رمزي ما هو ما غيكونش معبر، اللي هو الثمن غيكون اكثر ما هو بخص. ملي كنبيع الصوت ديالي لواحد الانسان اللي ما كيستحقش، انسان اللي غيدخل تما على قبل المصالح الشخصيه ديالو. لهذا قبل ما نمنح الصوت ديالي نشوف لمن غادي نعطيه، نشوف ذاك الانسان اللي متقدم لهذ الاستحقاقات انه واش انسان نزيه، واش انسان كفء اللي غادي يقدم شي حاجه لهذ البلد هذا ان شاء الله بحول الله. مرحله السلطه هي مرحله فايته حيت هي كما كتعدى 6 شهور. ترى ماذا بعد 6 شهور؟ زين توجهات اخرى مع ناس اخرين مع سياسيين اخرين، هنا يطرح السؤال ايها المواطن السحيمي كيف غيكون شكل المشهد السياسي في المره القادمه ان شاء الله؟ هنا كيطرح لك السؤال ايها المواطن. هنا بعد المرحله اللي دازت وحنا المرحله اللي فيها والمرحله الجايه، هنا خاصك تعيق ايها المواطن السحيمي. ماشي من ولا كنصوتوا عليه، ماشي اي معيار كنتاخذوا باش انا نصوت، وبارك علينا من ديك 200 درهم وحقه والواد بركة. خلونا نكون مرحلة جديدة، مرحلة الموية مرحلة جديدة، راه عالم خر، راه التكنولوجيا، راه الصحافة قربت كل شيء، راه وسائل التواصل الاجتماعي قربت كل شيء. بركة علينا من أننا نبقاو عايشين في ذاك النمط الانتخابي القديم وذاك النمط السياسي القديم. بركة علينا، وصلنا لمرحلة تغيير، خاصنا نتغيروا نحو الأفضل موازاة مع المغرب الجديد.